معنا الأستاذ الدكتور رمزي حلبي، الخبير في السلطات المحلية وأيضا خبير سياسي. يعني قضية اليوم منح بلد مثل عرابة البطوف صفة مدينة والمجلس المحلي بلدية، هذا الأمر شو إيجابياته شو سلبياته على عرابة وكنموذج وعلى البلدات العربية في الوسط العربي في البلاد؟ نعم، يعني هناك أولا مقياس بسيط، ومن ناحية عدد السكان، ونحن نعرف اليوم أنه عرابة هي حوالي 25 ألف مواطن، فمن حقها أنها تكون مدينة ويكون في عندها بلدية. طبعا بالنسبة للمواطن لن يشعر بفرق كبير ما بين عرابة المدينة وعرابة القرية، إلا في حالة تحولت هذه القيمة الأساسية وهذا التغيير إلى خدمات أفضل للمواطن. على سبيل المثال، لتأتي مكاتب حكومية وتضع مكاتب لخدمة المواطن في عرابة بدل من السفر إلى كرمئيل وإلى أماكن أخرى. ستأتي يعني من الواجب أن تأتي طبعا الجهات الحكومية وتبادر في مشاريع، على سبيل المثال حارات جديدة للأزواج الشابة، ثانيا مناطق صناعية وتجارية مشتركة مع سخنين مع بلدات أخرى. يعني يجب أن يشعر المواطن في عرابة أن هذه البلدة التي تحولت من قرية إلى مدينة هناك يتمخض هذا الشيء في رفع مستوى الخدمات للمواطن، في تطوير البنية التحتية، في تطوير حارات جديدة، مناطق تجارية، مناطق صناعية، وعندها يمكن أن نسمي البلدة مدينة. يعني إذا أخذنا المقاييس والمعايير المتبعة في الوسط اليهودي نرى أن يعني هناك تأثير لنسبة السكان العاملين في الصناعة، لنسبة السكان العاملين في التجارة، لكثير من المقاييس والمعايير التي يجب أن تتطلب يعني تكون موجودة في البلد لكي نسميها مدينة. اليوم لا يكفي أن يكون هذا المقياس الوحيد هو عدد السكان، لذلك أيضا هذا يتعلق بالقيادات المحلية. يعني عجب على القيادات المحلية أن تأخذ الآن زمام الأمور بكل ما يتعلق بتخطيط، بعمل لرؤية مستقبلية استراتيجية جديدة. وأنا برأيي أن هذه فرصة نادرة للاستفادة من برنامج الحكومة الذي يتحدث عن استثمار 15 مليار شيكل في البنية التحتية وفي السلطات المحلية العربية وفي دعم الاقتصاد والخدمات الأخرى. لذلك في حالة استفدنا من هذه الميزانيات الموعودين بها يمكن أن تتحول عرابة وبلدات أخرى تأخذ